السائل أبو إبراهيم الشيخ يقول: بالنسبة عند نزول المطر، ما السنة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما الدعاء المأثور؟ السنة أن يدعو بالدعاء المأثور: اللهم صيبا نافعا، ويدعو بذلك: اللهم زد وبارك واجعله صيبا نافعا. وإذا كثر المطر خيف الضرر فإنه يدعو ويقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول كذلك: مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم.